بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 48. بسم الله الرحمن الرحيم. تغسيل الميت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن من أهم أحكام الجنازة تغسيلها بماء طهور مباح، ويشترط أن يتولى التغسيل مسلم، لأنه عبادة تعتبر لها النية وهي لا تصح من كافر. فإذا أراد المسلم غسل الميت فإنه يستر عورته، وهي ما بين السرة والركبة بالنسبة للذكر، لحديث علي رضي الله عنه، وفيه: ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود. إذا ستر عورته جرد بقية جسمه، لأنه أمكن في تغسيله وأبلغ في تطهيره، ولأنه فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكروا ذلك حين أرادوا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما ندري هل نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا؟ ثم غسلوه صلى الله عليه وسلم في قميصه لعظم حرمته، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ويسن ستر الميت حال الغسل عن العيون، لأنه ربما يكون فيه عيب يستره حال حياته، أو ربما تظهر عورته أثناء الغسل، ولأنه يكره النظر إلى جسم الميت إلا لحاجة. وينبغي أن يغسل في مكان مستور من جميع جهاته كالخيمة أو البيت المسقوف، لأن ذلك أستر له، ويكره لغير معين في غسله حضوره، لأنه ربما يكون في الميت ما لا ينبغي الاطلاع عليه، ولعدم الحاجة إلى حضور غير المعين في غسله، ولأن جميع بدن الميت صار عورة، ولهذا شرع ستر جميع جسمه بالكفن. وقبل تغسيل الميت ينبغي أن يرفع الغاسل رأسه قليلا، ثم يعصر بطنه برفق ليخرج منه ما هو مستعد للخروج، فيمر يده على بطنه ليخرج ما فيه من نجاسة لئلا يخرج بعد ذلك، ويصب على الخارج ماء ليذهب به، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو يدخلها في كيس وينجي الميت بها، أي يمسح فرجه ويغسله كما يستنجي الحي إزالة للنجاسة وتطهيرا للميت. ولا يجوز مس عورة الميت بدون حائل ولا النظر إليها، وإنما ينجيه من تحت السترة التي وضعت على عورته، أي يدخل يده من تحتها ملفوفة كما سبق. بل يستحب أن لا يمس سائر بدن الميت إلا بخرقة، فحينئذ يعد الغاسل خرقتين، خرقة للسبيلين وخرقة لسائر بدنه، هذا أكمل، لأنه أبلغ في التطهير، ولئلا تتلوث يده بالنجاسة وغيرها. فإذا فرغ الغاسل من غسل فرج الميت وتنجيته على الصفة التي ذكرنا، فإنه يستحب أن يوضئه كوضوئه للصلاة، إلا أنه لا يمضمضه ولا ينشقه الماء في أنفه، لأنه لا يؤمن من مضمضته وتنشيقه الماء وصوله إلى جوفه، فيحصل من ذلك مفسدة. ولكن يكتفي عن ذلك بأن يدخل أصبعيه ملفوفين بخرقة مبلولة بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه ويدخلهما كذلك في منخريه، فينظفهما بإزالة ما عليهما من الأذى، ثم يغسل وجهه ويتم وضوءه على بقية أعضائه كوضوء الحي، ثم ينوي غسله، لأنه طهارة تعبدية اشترطت له النية. ويسمي ويغسل رأسه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: ابدأن بميامنها. فيبدأ بشقه الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك، ثم يرفعه من جانبه الأيمن، فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم الأيسر كذلك، ولا يكبه على وجهه إكراما له، ثم يغسله كله بأن يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ذلك ثلاثا إلا الوضوء ففي المرة الأولى فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم:
للاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا، وإن لم ينقي بالثلاث زاد في الغسلات حتى ينقي، بقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، والمراد اغسلنها وترا، وليكن ثلاثا فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا، فإن احتجتن إلى زيادة للإنقاء فليكن سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، متفق عليه. وأرجع الشارع النظر إلى الغاسل، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا للتشهي، لقوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن أي احتجتن، وتكون الغسلات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا حسب الحاجة، والله أعلم. وتجزئ الغسلة الواحدة لكن مع الكراهة، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا، ولأنه لا يحصل بالمرة الواحدة كمال النظافة، ويستحب أن يستعمل السدر مع الماء في تغسيل الميت، في تغسيل رأسه ولحيته وسائر بدنه، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. وعين صلى الله عليه وسلم السدر لأن فيه مادة حادة تشبه الصابون، ويقوم مقام السدر الصابون ونحوه من المواد المنظفة الطاهرة، ولا يجب مباشرة الغسل. فلو وضع الميت تحت مصب الماء من ميزاب ونحوه وحضره من يصلح لغسله وسمى الله ونوى وعمه الماء كفى. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً بأن يضيفه في الماء، بأن يضعه في الماء، لأنه يصلب البدن ويمنع إسراع الفساد إليه ويطيب رائحته، لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا، متفق عليه. ولا يسخن الماء إلا إذا احتيج إلى تسخينه لشدة برد أو وجود وسخ لا يزول إلا بتسخين الماء. ولا بأس أن يستعمل مع الماء مواد منظفة كالصابون والإشنان ونحو ذلك إذا احتيج إليه. وإذا كان بين أسنان الميت وسخ فلا بأس بتخليلها، لأن إزالة ذلك مطلوبة شرعا، ويكون ذلك برفق لئلا يجرحه. ويضفر شعر المرأة ويجعل ثلاثة قرون ويسلل وراءها، لقول أم عطية رضي الله عنها في صفة تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. وفي بعض الروايات أن ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويخلع ما على الميت من خاتم ونحوه، لأن تركه معه إضاعة مال بغير مصلحة. ولا يغسل شهيد المعركة، وهو من قتل مجاهدا في سبيل الله، لأن في تغسيله إزالة لأثر العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن شهداء أحد بدمائهم ولم يغسلهم، رواه البخاري وغيره. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.